السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لاهين خليكم هون في لايف الى تفوتوا تطلعوا كاملين، ولاهين نصلي ونرجع لكم دقائق شوي نعود معاكم. وسمحوا لي على التاخير بيدي كنت يالتين نعود الكونكتي الساعه الخامسة تماما، يقير تاخرت عليكم شوي دقائق. لاهين نصلي ونرجع لكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشباب إيش حالكم؟ ثم سين ياكم ماكم حاسين بشي؟ وإيش حال الشعب الموريتاني كامل؟ أنا بسلم عليكم بمناسبة العيد النبوي الشريف ومولد سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة وكما عودناكم دائما علنا خاصة في مناسبة قاعد لي خلاقة فيها الرسول صلى الله عليه وسلم علنا عود نتكلم ولا عن الحقيقة. ونقولوا لا الحقيقة اللي بلا رتوش، الحقيقة اللي هلها ما هم خايفين وهلها ما هم طامعين وعينيهم ما هم في فيتهم ولا عندهم بنكير يعرفوا حد ولا عندهم شي يجيهم من برا. عند واحد منهم لا يبط عضبته ويقلت سير له تلاه يجيب له فالله والله يرجع له. أنا أعلن ما يحكم فينا ولا نوجهه ولا يجونا لزارتيك الدبريس بيي. أنا أعلن زاد ما يمشون المقالات اللي ما يمشاو من المقالات اللي نكسبو. حنا اللي له زمن شوي راعوا في قضية هاي الأسرة الفاضلة داود هوناتية على الفيسبوك وفتحوها أصلا بعض المدونين أصلا يفتحوا بعض القضايا عدوا منهم اثنين والله ثلاثة جروب ويفتح واحد منهم قضية تشويه سمعة مدة محددة ويفتح الأخر يعود الأخر هو الوسيط بين الرجاج اللي عيب وبين وبين بين بين الرجاج اللي معيب. هذا ملف، هذا نوع من الملفات الشيء دار هنا على الفيسبوك بوساخة وبقدارة ونحن دارعوا فيهم خالص. يقال عيا يطرى شيء لأنه يدخل عليك شيء من الناس اللي ما كان مبرمج والحساب ما كان فيه كيف ذا دخل في الملف الماضي اللي دخل فيه عبد الرحمن الودادي جزاه الله خيرا بدون برمجة وبدون انه يتعود من شيء تمدى والله يعود انه مقموس والله بعد ذاك حسيبوا فيها الله. عبد الرحمن الودادي سول عن اسباب ذراء هاي الاسرة وهذا السؤال مطروح عن جميع الشعب الموريتاني بكل انت ما تقدر تعود كنت يامس فقير ما عنده 5 ولا 10 واحد عنده دين صام مرة قاعدة في دار في عرفات واحد اخر ما عنده 100 اذا هو انت تقسم لسانتي مليون ولين يعودوا لا لي سنتي مليون العاديين لا الرقم لا مازال صغير يقد يلافه به اللي نقد نقول على انه عاطيه لواحد حيجيب له الذريه ونقد نقول على انه بعطيك الشائعات اللي تقول الناس التبريريه. قال لين يعود المبلغ اللي انا عندي واللي لا نطش فيه متساوي مع مبالغ مساعدات تعطيها دول لدول اخرى القضيه عادت لا تقبل منحى اخر وتنطرح فيها تساؤلات اخرى ما توه ولا تسحى. وياك نعودوا شوية محترمين المشاهد محترمين المجتمع الموريتاني نتحدثوا بمفهوم يفهموا ونتكلموا معاه موضوعية ونتكلموا معاه لا في شي قط خلق. بيد المجتمع الموريتاني كامل متفق كامل على ان موريتان معبر من معابر المخدرات قبلها اللي قبلها كرهها اللي كرهها. موريتان محطة نقطة من نقط عبور المخدرات هذا لا نكافة عليه ومحمي قالوا لا يعود محمي بنص القانون. يعني الدولة تسخر فيه جنودها وتسخر فيه صنادرتها وتسخر فيه القادة تسخر فيه. هذا من عهد معاوية والسيد أحمد الطايب واللي منكم فايق واللي منكم متذكر يعرف على أن الحسن وربطوا الاسم مفتش الشرطة الحسن والصمد حرطاني والله زاد راشد بشر سمراء تقضى عمره كامل مفتي الشرطة ما قطع عاد مفوض أبدا. أسباب اللي يعود مفتي الشرطة طيلة فترة حياته أعلنه قد قام بالقبض على مجموعة من مفوضين الشرطة ومفوض زمن معاوية كان ينقال كله لن وضع جنرال برطلة اليوم لأنه هو اللي يقتل هو اللي يحيي هو اللي يعدل الدولة دولة بوليسية ودار ما كوماندهاتها ما يتخطى رواتبهم 40,000 وهم شي من الجنرالات بقصورهم ويخلوا ويشدوا ويبصوا موريتان. يا قال افتح ذاك المفتش بأوامر من رئاسة الجمهورية ملف وجمع فيه اللي خارج من المفوض وشكرفهم. يا قال محاربة الفساد دائما تدقدق على صخرة القبيلة تطحن. بدنا نحن شعب بدوي وقبلي وشعب ما قد يمارس القانون في دولته ولا قد يعدل دولة به اللي كل شيء يدقدق على خلاق الوساطة وعلى خلاق المشيخة الدينية وعلى خلاق القبيلة وانطرسوا الكوميسارات ورجعوا لمزاولة مهنهم وهم الأشخاص اللي نعود في الشي كذب يطلعوا لي يقولوا لي
هون اشخاص يعرفوا الكوميسارات اللي نحبسوا في ذاك الملف. لا هي عقب الحسن ذاك يتسلهون ودون نعرف مرة آخر لقاء لي معاه إجبرته مفتش شرطة ما زال منذ مدى ما يقرب من 30 سنة ومؤسير إلى انتريم كوميسار في كوميساريات جوني. وتم لا راجل نظيف وتم لا ما يتعامل فلوس صح، مع أن الشرطة كاملة بدون أي استثناء تتعامل فلوس صح، تكوفري وكار الدعارة وتكوفريها الخمور وخمور بيو الصينية اللي فقنا احنا ولدنا في الدشرة وخلقنا في الدشرة بها وفقنا عليها تبيع الخمور فم كوفرية. معناها عندنا احتمالية لمشى شورها عبد الرحمن والودادي من حقه الشرعي كمدون يكشف الحقيقة اعلنوا يمشي شورها قضية المخدرات، وانا ادعمه في ذلك واضم صوتي لصوته بيدي إلين تسول عن ذراء غير مبرر فترة زمنية الناس تعاني فيها من شح اقتصادي وسوء في التقضية وفي الفقر، وتقعد انت وتسول مدة عن ذروتها يا الله تقول لك انا نشتري لحموم من مالي ونبيعه في مسيد المغرب والسعود راعي ولازيل تا راعيهم واصمد تقيبك عني والله لا ينكروص عليك. إلين توحلك بالخرافات والأمور القديمة اللي ما تصح، يعود محقرانية للشعب ويعود محقرانية للقيم ومبادئ للشعب اللي أسوأ شعوب العالم ما ترضى على أنها تعود شعوب مخدرات. المكسيكي اللي تتكلم معه اللي جديد يعهد بالمخدرات، رأيكم المخدرات ما عندكم أخبار، علينا أسرد لكم تاريخ المخدرات. مخدرات ما زين عندهم تقول لواحد منهم عنه دولته دولته مخدرات يحشم، انت تقول الكارتيلات في المكسيك يدعي على بياتهم باللي قد يقول من الدعاب الإسباني. المخدرات مادة قادرة تخسر الأجيال وتفقر الأسر وتؤدي للانتحار وتقتل الشعوب وتفرقها وتمنع الاستثمار وتعدل الدول القوية الحقيقية كيف المكسيك اللي فيها 147 مليون شي من دول الموز، جمهوريات الموز بها اللي هي الفضة فيها عند مجموعة من الأشخاص ما يستحقون أنهم تعود عندهم الفضة، ولا يشرو بها الذمم ولا يكرو بها الجيش ولا يكرو بها البوليس ولا يكرو بها الصنادرة، ولا هي بدل منهم يساعدوا بها الدولة بأنها تجبر أصوات يضربوها في عمق المؤسسة، يضربوها في قلب الدولة، يقال الدولة إلين تعود كارثتها شرذمة بالمفسدين ومتفرقة يعود كل شيء قد يخرق فيها. مخدرات بدأت مع بابلو إيميليو إسكوبار غافيريا، شاب فقير من أسرة مزارع فقير في كولومبيا في قطاع من كولومبيا ينقال له ميديهين، ويبدأ أصلا بتهريب المسجلات وتهريب الخمور والتلفازات والأشياء اللي ممنوعة من جمركة داخل كولومبيا. وراني هون نتكلم عن كولومبيا تشكوا عنها كارتلات بوغوتا ياه يفرق عمر نواكشوط ما عاد كيف، وميديهين 93 كترت فيها بابلو إيميليو إسكوبار أزيا من نواكشوط اليوم، معناها عندنا دولة من أكثر دول اللاتينية ثقافة ووعي وهلها مترقين حتى وقارين حتى وواعين حتى، غير دولة دمرتها المخدرات وعادت مسرح للجريمة وخلقوا فيها الانفجارات. بابلو إسكوبار بدأ بتهريب المخدرات من بيرو، من بيرو وجابها من عند واحد هو اللي مكتشف هالو ومنعت هالو وينقال له كاراتشو كوكو كاراتش وتنقال بإسبانولية البودو به اللي يقول العالم اعلن ان تخلق تتفجر قنبلة نووية، اعلن ما يسرك منها ما هو بودو وحده، معناها اعلن ذاك الشخص ما يموت يعني فاتوا خلقوا له اغتيالات وفاتوا له ودلوا فاتوا عدل له ياسر مشي ولا يموت، وعاد ينقال كوكو كاراتش هو اللي دخل بابلو إيميليو إسكوبار في قضية المخدرات. يقال بالتوازي دخلت معاه عصابة أخرى قال هي عصابة كالي، وعصابة كالي هي اللي كارد العاصمة، واضح هي كارد العاصمة، والناس أصلا تجر وتهرب شوي ما هو مهم كيف التلفزات وكيف الخمور وكيف ده. تمت لين جاتها مادة بيضاء من سحوق يطيح عليها في البيرو كيلها ب 500 دولار ويوصل ذيك الآونة في ميامي 65,000 دولار، معناها عنها أضعاف مضاعفة لا تنتهي، والراجل عنده حلم كبير بقيادة الدولة والفقراء وجاي من الحضيض وجاي من البويبلو بوفرس من القرى الفقيرة اللي ما عندهم باش يتعشى.
وحلمه وعده انه يجلد اقنيه ذاك البلد اللي ينقال له كولومبيا ويتملك ذروه ما يتملكها انسان في العالم ياك قد يعدل بها قراره السياسيه. هاي هي كانت بدايه انطلاقه. وكانوا فهم كالي يهرب المخدرات شور ولايات محدده من امريكا وهو يهربها شور ميامي وذيك المناطق. الين جات الماده اللي مجهوله المصدر واللي لازم الامريكان ما يعرفوها. عادوا اطباء لازم الامريكان اللي يعرفوا لا يعرفوا الماده اللي دخلت لهم شنو هي اللي نافعه الطايح من بديه كيف ما خارج حالا في موريتان. وعادوا الطافيلات يموتوا والناس تقبلها جرعه زائده من المخدرات وتموت. شي ما قط عادي يخلق في موريتان نهائيا لا يتعرض للماده شنو. واكتشف عن الماده الكوكايين يا قال بين منين كانت امريكا اللي على عظمتها وعلى كبر ولايتها واللي تطلع في الدولار من ازمه نيكسون ما توقفت عن طباعته بدون اي احتياطي عندها ذم الاموال وعندها بنك الاحتياطي الفيدرالي ولا شقر مبنى التجاره العالمي بل منين يعدل العالم بزنس وما قدرت تسيطر عليه معناها عنده الاخرقاع كان تصل لنا طريق له ما عنده شيء للسيطرة عليه وقضيتها يلا تعالج من البداية ولا يلا يعدلوا فيها البتوتة ولا الوزان بها اللي نين يعود رقاش شخص متهم فيها يلا تقعد له دولة كاملة وتقول انت متهم في قضية مخدرات وقعد هون عن جندرميري وتوقف هم اللي موريتان عندها نهائيا قضية سولان الإنسان اللي يتحمل مسؤولية على أنه يقعد ويفريك قضية جبن الرجال عن تفكيكها وعن السؤال عنها خوفا وطمعا وتحوز عليه وتكرص عليه كيف ما تعرف كيف ما عدلت الولقد كيف ما عدلت الوزير السابق سيدي ولا أحمد دية كيف ما عدلت العديد الموريتانيين المسؤولين النظيفين إلين عاد الموريتاني يقعد لا يقول كلمة حقيقة يتندم عليها 70 مرة به اللي يعرف عن وراه شعب جبان شعب الدولة مركعة بيو العاشر توطى على ناظره والمجرم تخليه طليق واللي يتكلم عن الحقيقة ويحاول كشفها تدير عليه لانجرس على ناظر بيو العاشر. بدأت المخدرات ماني موقف موضوعي ياك نرد عليكم بيا اللي السردية ياسر انكم ما يعرفها بدأت تتوجه وعد امريك وعدلها اللي قد يعدل مشي جابوا لها الطائرات وجاب لها كل شيء يسوه وشن خارج راجل في مكسيكو سيتي ما هي مكسيكو سيتي في منطقة خواريز ولاية خواريز في المكسيك واحد فيها لا تهريب الحشيش مو شوي من العصابات اللي عنده صغيرين ويتضايقوا على تهريب الحشيش شورى امريكا قرر هو قرار ان قالوا الخفة دخفس وتقدوا تدخلوا نتفليكس وتشوفوا مسلسلوا وقصته الشهيرة معروف اعلنوا لما لا يعود يرفد الحشيش ما يعود ناقل كيف يخلقوا في موريتان الحشيش الكولومبيين وقرر على انه يقيس كولومبيا وقبل معاه فتاة جميلة من جميلات المكسيك وركب طارة وقال طق في كولومبي يقال ما قاس الجانب اللي أهله متهورين واللي أهله قتلوا مجرمين قاس الجانب الآخر اللي أهله سياسيين محترمين وقاعدين في بوغوتا وعندهم مؤسسات كيف ما عند موريتانيين فهم مؤسسات مالية عليها إشارة استفهام كبيرة وعندهم ثروات مالية قديمة من قدم الأزل عليها إشارة استفهام كبيرة اللي هي عصابة كالي في بوغوتا أكبر شركة أدوية في بوغوتا في ذيك الفترة عندهم ولين جاهوا لا هي ينقوصي معاهم تم اختطافه من قبل عصابة مدين خطفوه من نقر المدينة اللي هو فيها وجابوه لبابلو سكوبار ولا جاء عقد معاه صفقة قال له انت والناس جيت لا ترفض لهم مخدراتهم قال معاهم لا ترفض مخدراتي انا بيا اللي انا والفقراء واذا حصلوا بروايتين كيف خارج حالا في موريتان بلاتا او بلومو الفضة والله النار وهذا هو الخالق في موريتان الرشوة وافتح بنكي ليك والله يزكران عليك الحبس يقال حد لا يزكران على العابدين يلفي يجيب بنوك ياك قد يخشيه بيهم به اللي فهمه موريتان ما هو مالي عينه يوسع ما اللي حبسه به اللي لا يدير معاه منظومه هنا تياها من الحقوقيين والمحامين اللاتينيين لا تنتهي اللي ناس جمعها علاقات جايبها من بعيد معناها على ان هذه الجماعه اللي ذي معناها عن منابر الموريتانيه والموريتاني هاجر في الخارج ياك قد يامن صوت الموريتاني المضطهد في موريتان معناها على انك لين ما تساندوا ضد الفساد وضد الخلل الخالي الموريتان جايها تعود هون عند خاين للوطن وخاين للبلد وعميل والله مرشي لا خيار اخر لياك السبب وقفت وطلعت وقلت عليني عبد الرحمن الودادي لا ندير ويدي العربيه موسو
عندي علي ما اخذ وعندي شيء من التاريخ وما هو زين عندي بيد المناضل يتم كبير عندي الين اصحاب الانظمه لو هم كيف ما خلق لي مع صالح والحنان وكيف ما خلق لي مع احمد داده وكيف ما خلق لي مع عديد المسؤولين الموريتانيين عبد الرحمن الودادي ما هو اكبر منهم لين انبطح للدوله نهار وهذا رجعنا عنه كاملين لقد ينعد عندك موقف مشرف وموقف شجاع وموقف نبي وترجع انت عبد الرحمن ودادي ديك الساعه نرجعنا احنا مولي انسان دوك ونوقفوا معاك ونعودوا بزرع افراد بابلو سكوبار على الخفه ده خفه سيف المخدرات مع مخدرات كالي وعاد ترد في واحد امريكي والمكسيكيين لا حد انهم مهربين كي موريتان موريتان هم اللي لا يتعرض لطريق المخدرات فيه باللي خارج مقالطة قالت في رجال عبد الرحمن الودادي والله خطا ما عرف الطريقة اللي لا يسردها به باللي حلف الناتو وتجارة المخدرات في الأوروب ما تجي عن طريق موريتان يقال طريق موريتان معروف ومعروف إيش وعده وعد طريق أخرى وعد صحراء سيناء مصر وعد إسرائيل وعد القرد وعد شرم الشيخ وعد ملايين السواح اللي في مصر يتعاطوا الكوكايين فيه ويشربوا فيها الخمور ويعدلوا فيها لكن يبقوا يعدلوا وطريق تهريبها واضحه ومعروفه تجي عن طريق البحر ويقبوها الموريتانيين من ضواحي الضفه بتلقاوها بزوارق صغيره وترد في الفروتات وتنطرح في مالي ومن مالي الزوارق تعبر هو اللي ملاني منه الزوارق ويبطشوا في فاطوني تخلق في مواكشو تعبر واعد ليبيا ومن ليبيا صحراء سيناء واعد مصر ومنها وعد اسرائيل وعد بالمخطط السياحيه في مصر ولا علاقه لها بالكوكايين الاوروبي كوكايين الاوروبي كاردين وهل كتامه في المغرب وكاردين وهل حجره في المغرب هم اللي هربوا وهم اللي عدلوا الاتفاقيات مع بابلو سكوبار سابق يموت سابق تخرج قاع موريتانيا وتعود مع مش بالاخبار هذا العالم هم اللي فتحوا الطريق لاوروب وكاردين ولا قد ما تدخل عليهم وملكهم يعرفوا يعرف عنهم يجيبوا العمله الصعبه وعلنهم مسكتين عنه ذاك اللي عندهم مجرم ومعارض يعدلوا ذاك اللي يبقى يعدلوا له فما تياه ويقد يحلهم مقالبينه ما عنده فيهم شيء يجيبوا هذا من أمريكا اللاتينية عن طريق معبر طارق ويعدلوها فهم ودخلوها لأوروبا على شيء من زودياكات اللي الرادار ما يكردهم عندهم شيء من السرعة فائقة وفيهم شيء من المنتحرين كيف ما يعرفوا الحيط من الناس اللي تجيبهم هربتهم شيء من زودياكات ما توقف واللي قضيتهم زدلان تعرض المودي الشمه عدت انت وين المكسيكيين تجار مخدرات يا قير طلعت ثروة على طبقة فقيرة كانت تبيع الحشيش عاد تبيع الكوكايين وعاد تراكب الوتات وخسرت قرايت للشعب اللي قالوا الشعب المكسيكي وخسرت قرايت للشعب اللي قالوا الشعب الكولومبي وخسرت احلامه ودخلوا السياسيين الوسخين باتفاقيات مع بابلو اسكوبار من راسه لاغتيال ناشطين سياسيين لم تعرف أمريكا اللاتينية على مر سياساتها وعقودها كاملين حتى كيف ذكائهم ووعيهم لارا بوينديارا وزير العدل السابق الحزب الليبرالية الجديدة وإذا كتبوه في الانترنت تجبروه ومرشح للرئاسيات قالان اللي تم قتله ولو حالا كان يقرأ هون في جورج تاون هذه جابرانا صاحبه نهار يقرأ هون يقرهم ولو حاله أراه هو والي العاصمة بوغوتا تم قتله ذيك الساعة وتم وئد حلم الكولومبيين برئيس نظيف وبشخص نظيف لأن بابلو سكوبار قال أعلن أنه الشخص الوحيد اللي ما يقد يرضى بالرشوة هذا الشخص معناها أنه يلطي بر بلوم ويلطي بر الرصاص معناها أنه يلطي بر عمارة في رأسه معناها عن اي حد تم اتهامه بهذه التهمه الخطيره ما يلطي قبل 200 مليون يقسمها على المدونين ولا يلطي حوز على كل مدون خلق يامس ما يعرف التدوين المبادئ النضاليه ما يعرفها ولا ما يعرفه وطرحها معاه وعلى فيسبوك يعطيه فضه بهذه انت اللي اعطيته فضه هذه اذا رانجي واحدين اخرين من احرار موريتان شافوا ان الشعب الموريتاني ما عنده حد تلقى قد ينقلوا الحقيقه راني محترف جميع الموريتانيين تراهم كاملين ولا نبقى نقول حد منهم شي خاسر ولا نبقى نعرض بحد ولا اني معرض بحد يا قادر نبقى نعرف مين قال لك من اين لك هذا الجمهورية كيف موريتان تجاوب من اين لك هذا ولا تذهب شور مواضيع ثانية ما تقيس شيوخه تجاوب وتوف وهذا هو اللي يابط عود ينقال الوزير اللي واقف فوق عمارة يبنيها مرصة
وينقال شور لرقا جوخة. اسماعيل ولي الشيخ احمد وزير الخارجيه الموريتانيه عنده مرصى ينقال سيتي سانتر فاتحه على اجان سانترا للبنك الشعبي، لم يمارس اي مهنه تجاره، عنده مرصى تلاها وحده ويشتري ب 300 مليون وعنده عشرات المرص. هذه المعلومات مؤكده ومعروفه وتعرفوها كاملين. هذه الاسره شاهدت الثراء الفاحش وبدات اول شيء بعد قاع تعذب به ارواح الموريتانيين القيورين على الموريتانيين من روسهم هو رفع الناس المنحطه اللي بلا اخلاق واللي ما هي الشيء، خلق البلاط، خلق غرز جنات والقواد والناس تشكر وتعيب بدون اي حياء في الوجه وبدون اي كرامه، تضخ فيها عشرات ملايين الدولارات، ويعود الكادح الموريتاني راه اللي يجهر الحجار بالفارو ما عنده باش يتعشى ويشوفه بيشيل معطيه لوته ب 25 مليون، ويشوف قرض قلنا اخر معطيه له دار، ويشوف واحد اخر معطيه له قصر، ويشوف الفضه اللي لا تلتم اللي ما تقد تلتم، اللي موريتان ما تقد تلمها، اللي اسعار العقار لا يديرهم في السماء، واللي لا يتخسر الاقتصاد الموريتاني. يا غير الين تعود فم احتماليه على ان الشخص والله على ان هاي الاسره ناشطه في تجاره المخدرات تعود عندها طريق واحده لا ثالث لها بها، اللي تجاره المخدرات بارونها اللي كانت تحميه الدوله كان مقيب عن الدوله الموريتانيه ولا كان فيها ولو زمن واخلال السيطره. ودي الادميه اللي بدات إثارة الموضوع وبدات تدير عليه اشاره الاستفهام الكبيره، ياسر منها مصطحب معاه وياسر منها يقبل منه المعونات عن طريق البنوك ويقبل من القروض. أنا عند اللي فهم المدونين قليل من تقلعوا منه واحد ولا اثنين خايفين وتقلعوا منه وانا اللي هوناتي، والله ذوك الراجل قاعد عليك ديم القلاص ما عنده فيها ما هو مبادئ ما يقدر حد يشتري. الناس الاخرى كامله لكن هي سيد القدح من جهه وكلها يبوس الباطرون على الباطرون. مهم اعلن فتره من الزمن وفترة آخر حكم عبد العزيز خلقت مضايقات شديدة على اللي ينقال له قطاع المخدرات، بين اللي عبد العزيز رجل قوي ولا هام على الدولة يعود فيها كارتيلات تنافسه هو في النهب هو وجماعته. وفترة المخدرات ما هي دورها به اللي ما هي ذيك الساعة لاحقة اللي قادة تلحق حاله. حالا عاد واقع شيء من انتشار رهيب في ذيك المنطقة به اللي تعشت فيها السياحة بشكل قريب. وعادت مصيف حتى الامريكيين هون يقيسوها يقولوها لك ويقول لك عنهم يكموا فيها ويد ما يقطوك ماهو في امريكا. انا اعلن عادت منطقه للسياحه وشريان حياتها موريتان لابد يتم حي. شخلك مشيت انت ولعبد العزيز وجات اداره امن جديده وقبضت هذا الملف، ولكن اللي عدلت في طريقه واضح به اللي حد خرص تسلسل الاحداث وخرص الفضه وربط علاقات الاشخاص باداره الامن السابقه وضخها المليارات لا تنتهي وملايين ومهرجانات وهميه صوريه من الخوطي، يكتشف الطريقه اللي ارتبطت به الخيوط كامله من مشيخه دينيه في باديه نائيه شور مده تعطي 500 مليون لولد جنرال وتعطي لولد جنرال الدرك مئات الملايين ياك عدل حمله وهو ما زال قاصر سياسيا عمره ما يتخطى 26 سنة. وياك المواطن الموريتاني وأحلام المواطن الموريتاني في التغيير اللي مقفول عليها من كل جهة يتم تركيعها. هذا اللي نعود خارج لين نتكلم عن القضية دي. القضية ما تقدر تتم تواصل بها اللي لا تتفجر. لا تتفجر. والمنسق الرئيسي للعمليات احتمال مطروح يقال انت مالك هو ولا عندك به علاقة، قعد سير فيسبوك وقول انا هذا ما عندي به علاقة، انا هذا فضتي جبتها من شغل الناس والخلايجة اللي كنت نعدل معاهم عمليات الفرسان وناخبطهم ونوكل فضتهم ونجي هون عندي 300 ولا 200 مليون ونخلص عني هالشباك اللي كانوا يشبكوا لي اياه في البرص ونشتري فيويت ونشد شوي به ونطحن قيم المجتمع باني نزرق 100 مليون في مناسبة فيها واحدين مخلوقات مولانا جايات يدوروا الفضل اللي عشيم شو به. ولين يمتنع علي الدين نرجع الكازينو ما زال والله نقول طق في دبي.
يقال لك الفضاء ما هي كيف الفضاء اللي راك بيد هاي الفضاء راك كمية هائلة لا تنتهي ما توفون شراوا بها الجنرالات وشراوا بها الوزراء وشراوا بها أسرهم وشراوا بها شي ما يقد يوفون والسؤال عنها كثر وكبر وتفاحش وروعة الناس كاملة شايفته وانا اطرح فيها التساؤلات على المحيط الضيق الأسرة من معارفي هون بيدي انا هون في الجارية معايا فرد محترم وكادح ولا عنده علاقة بذاك الماء ونسوله دائما عن مصدر هاي الثرى قول لي عنها لا من الحجاب يا قاد نعرف انا عن الامارات اذا حجبت لها كاملة ما تعطيك من الفضاء اللي عندي العائلة حالا بيدي الفضاء اللي عندي العائلة حالا الامارات ما طلعتها قاعد موريتان كمساعدات بنك سنترال ما قطش يا راب باتريما بذا الحجم بذا وهون انك تعود تنفق فضتك يا اما عندك روايتين لا ثالث لهما تنفق فضتك على الجنرالات وعلى قوات الامن وعلى السلطة وعلى الوزراء عندك قضيتين واحدة عندك قضية مخدرات واحدة عندك قضية سيولة مشبوهة جاية عن طريق البنك المركزي كراب باتريما والدور تسهيلات لاستخراجها من البنك المركزي وتقد تعود لا شائعات تعدد اياك ان يتم التلبيس على ما خفي وهو اعظم ودي السبب نقذف لكم اللي فيه ونوخذ الليلة لان هذه الاسرة الكريمة شارية تره بقيمة 800 مليون في زر مطعم الجوهرة اليوم هذا شمس اليوم 800 مليون ما عند الدهاء قطع من التراب الدهاء رقم قيناه ورقم صدقته ورقم ذا كامل ما كان ابدا في حياته يفكر عن ذوك القطع اللي قد يشتريهم يقال الرقم كان رقم صعب كان رقم 800 مليون وفيهم مخلوق مولانا قالوا الشيخاني عنده بورصة لا هي يكرفط يوخر منهم الصبح على نهار لو خرج اسم بدية الله يعاون أو فاري عن القصور أو فاري عن البنوك أو فاري عنه 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 يقال إذا تشاجر اللصوص ظهرت المسروقات لين تتنافس واللبونة مختار في الترارزة وتنافس الحكومة ما هو الحكومة واللي الشيخ سيدية واللي كان بسيطر في السياسة وتنافس واحدين أخرين يقمسوا عليك الدمية تقضي عليك النار وتبدأ أنت تقاستي من ذي الفضل به اللي الكلمة الجيدة اللي قال عبد الرحمن الودادي في لايفه أعلن مشكلة التجار المخدرات تلقى هذا الفضة عصابة كاري اللي قد تعود به نظيفة عندها سلسلة من اللي يكون تاب الأمريكيين يدخلوا لها الفضة البورصة ويشتروا لها الأدوية ويعدلوا لها التجارة الماتوفة وقدت بهذا تعيش على مدى 20 سنة يقال بعد لا ينطاح بابلو سكوبار ومراته وريكتو تحزوا عليها الأمريكيين ومسحوا بكرامة التراب وانكردوها لها كاملين وماتوا في الحبس وانكتلوا في الحبس به اللي ذا النوع من البشر مصيره الحبس وبه اللي الشعب الموريتاني شعب ما عنده مشي قد يحافظ عليه ما هو قيمه الدينية وأخلاقه وأخلاقه انقبضت وانتهت تتكفر وتفش بها الحيط به اللي عاد تطلع التيشيرت عندها 15 سنة سير تيك توك شامة من الشمة وشاربة مطنطنة من الخمر وتقول شي ما يقد يقوله أخبث خبثاء رابيرات أمريكا تتحدث عن مناطق من جسدها ما يقد أي كائن حقير في العالم يتحدث عنهم على التيك توك والأمات والضحك ماشي قايم وخلقوا مجموعة من القوقاء اللي ظلوا ينزرقوا عليهم أسبوع اللي السبع الواحد على تيك توك 150 دولار يزرقوا عليهم شيء من خرق مجهول المصدر ولا معروف هو منه ولا معروف منين قاعد إياك يرسخوا في المجتمع الموريتاني قيم الانحطاط وقيم الجهل وقيم التدهور هذه الخيمة اللي كان ما قد حد يسولها عشي ما سولها أنا بيدي كيف ما قلت لكم هون فرض نبيل منها يعمل بجد والتزام ولا عنده بيا من ضربتها صاحبي وصديقي وبيا اللي نين فتحت ملف تركة موريتان اللي دققت بيهم قارب في المكزيك وبقاو مجهولين المصدر وش تقلت عليه هون اتياه انا وتركت الحيط قريب من شهرين نتباطوا مع الوزارة ومع السفارة ومع الرئاسة ومع العياط ما رأينا حد قد يمشينا لا يدت السفارة تمشينا رقاش دخلوا هم على الخط عن طريقه وقالوا أنهم متكفلين بنقلهم وطاولوا للأهالي 5 ملايين من اللوقية نقلهم شور موريتان وهذا عمل نبيل يقال ما يجعلني نسكت ولا نسولك من أين لك هذا بيدي من أين لك هذا عادت لا بد منها بيدي يعني نسكت عندك أنت عندك عندك الفضة ما تيجي تنقض الصبح نتكلم المسؤول في صنع لك أسرق الماء ودخلوا الدار ولا تيجي تنقض نسكت ولا نسول واحد آخر
انا عابدين نظيف نظيف مصقول، لاني قايل هو اني متفخر عليكم ولاني نتيتر عليكم مصقول بيدي، اذا كنت ماني مصقول ما نعود خلط من موريتانيا وعلى وسخه وعلى قراره ولد الدشره ولا خارج شي ما نعرفه، وجيت مرصف من الحيط بعد خبرت 10 سنوات في البنوك، معناها على اني ما درت شيء ولا تنقبض اخلاقي بالواقف الانسانيه ولا نوجه عن طريق اللي نقبض. الحقيقه نقوله ما ينقد بيك كعبد الرحمن الودادي كشخص مستحب معه ابو عمات ومع الحكومه، ما يمنعني من نقول لك انك قلت الحقيقه في الوقت المناسب وانك كنت شخص شجاع، وعلى اني نرفض لك قبعتي ونحترمك ولا نعدل عليك الحمله بيدي نعدل عليك حمله، معناها على اني الوساطه اللي كنت ندور اصلا لابتزاز ذاك الشخص عن قبل اشخاص اخرين عثلاين قريبها شور دفاع، دفاع عن الشخص موجه له تهمه هو من راسه ما برهن عنها، تقعد انت تسير في فيسبوك تنظر لها تحتقر الشعب الموريتاني على انه فارق شغل ولا عنده شي جافو ويقعد عليها خرصك اللي يقول لك جهدوا سباب وشتاء، معناها على انك ما تقدي النار على مخلوق مولانا، ما معروف الصبح كانوا يتخبطوا وتر كانوا ينكسر بعماره وعنده ماضي نضالي مشرف مصقول قديم اللي طرالوا حالا قد تعود زرفتوا عليه الظروف وقد تعود الوات راقبتوا عليه المافيا الموريتانيه والفساد الموريتاني اللي منتشر، كيف ما الوات راقبت يعقوب الامي اللي كان مناضل يصدح في البرلمان الليل والنهار ما كردو التوتي ولا كردو قد تفاصيل الليلين اللي توات راقبتوا نين عاد هو اقصى حد في اليمين بينما كان اقصى حد في اليسار، معناها على انك ما تاتكيه، معناها على انك تعود بينك مع عداوات شخصيه، وراني هذا موجه للناس اللي بينها مع عداوات شخصيه، ما تنتهز الفرصه في انها تسدد له السهام وتطعنه من خلف بينما هو يوقف وحيد في المقدمه، يلا تهدي يديه على يدي وتوقف معاه تقول له مطلبك مشروع ما قلته حقيقي، هذو الناس يقولوا اسباب ثروتهم ويقولوا فاش من اين اتت وفيما انفقت وذا اللي بقى منها منين، وتنطرح الرقلاية ويكركيل الأخبار وشواع يا قاري. يقولوا تجار المخدرات لذكية، لأن تجارة المخدرات والفضل المشبوه لمها وشعلها وشري بها اليخوت وعدل بها أنا بوليس كان معدل بابلو اسكوبار، يا قال لا تدخلها بما يتعلق بالسياسة، حطاط بابلو اسكوبار بدأ حين يقتل قالان وقف الشعب الكولومبي وخباط كرعيه على ذا الشخص يعطي يقتل بيدي، هذا مرشح سياسي نظيف وحد خطه في العمق معناها عنه كثير موريتان. هذه البصره الكريمه جزاها الله خيرا حاست على قريه نائيه وعدلت فيها تسجيل ما قطع عدل بنتي شاي خلاقه موريتان جاي. يقال الموضوع متشابك ومعقد وطويل وفيه شيء من تسلسل الاحداث والاخبار ما يوفى، ونحن هون فقراء لمن ما حصل فرصه بجو اون لاين على اوبر يقدر يلتقط اهله ما يتعشى ويقدر هو ما يتعشى. اللي ما عنده اي فكره يقدر يجمع بها الفضة من ذي الطرق اللي تجمع بها الناس الوقائية والناس اللي ترتشى والناس اللي بلا مبادئ، ولين تعود بلا مبادئ أم اللي علاجك الافتراضي واضح، أنا هو اللي نعطيك اللايك ونعد لك رقم كبير ونعد لك تقعد لك آلاف المشاهدات، نعد لك شخص حقير ولا يقعد لك حد يخرصك بيلي إنك تدعي كذبة وكذبتين وثلاثة، ونعرف على إنك مرتشي وعلى إنك شخص حقير ولا نكشي ما نوقف معك. وراني هون لاين ارجع لقضية تصفية حسابات بيني انا ومجموعة من المدونين الموريتانيين. قدمت لهم عشرات الطلبات في الحديث عن الشباب اللي انفقدوا في المكزيك. اللي ذا اليوم هذا مشي الشباب هوناتي ومشي الطفل اللي قلت لكم كوري من السنغال في قضية البحث عنهم. ونجمع الملف كامل للبحث عنه بما فيه الـ ADN وبما فيه القضيه كامله، قال ماني خارط الاوراق في قضيتهم بيد المدونين الموريتانيين منهم تلفنت لندور يبارطاجي الخبر والله يتكلم عنه ما قد يحل بيهم بين اللي نحن الحيط ونحن الشباب المتمرد الجاي ثائر على قزواني الناس الاخرى ما تدعمنا ولا تبقينا، تصورنا اللي يطيح واحد منا في بيس والله ينقال عن واحد منا كرد في بوشيك يبيع المخدرات، والله تندال صورة يمني فيه قفاة حد منا تجي ملتقطة الصورة وتعدل علينا حملة بروباغندا هائلة ونصلح لهم من المدراء ولهم من المثقفين ولهم من ضباط الجيش ولهم من الناس المحترمة مجرد بايعين مخدرات وناس منحطة، ولين تلاقي نقاس اللي قبض مدير جارية فيها 30,000 تلاقي نقص صدره ينجبر ولي جنرال فاسد
اصلا كيلين طرطر تقول خليها شيشو من الدم ورص في الحيط يا إلهي يعيش بوساخة ويجمع رقمة عيشه بسوء به اللي لحمة عضرته منبتها من السوء ومن الجريمة. لا توجد مشيخة دينية ولا يوجد دين يدعم أنك تحتال على خليجي ولا توجد أي ديانة تدعم أنك توكل فضل حد ما هي لك ولا توجد أي ديانة تقول عنك تجيب الفضل من طريق غير مشروع ولين تقعد أنت كشخص وتقول عنك أقنع حد على وجه البسيطة وعلنك ما قد كريت ما قد كريت عود معناها عدنك لا هي تقول للشعب أضربوا الحائط بقيمكم وبقرايتكم والأطباء اللي ضاربين التاكين في الوزارة يخبطوا شهادات كلية الطب على وجهه اللي مقيم ويقيسوا الشارع يعقبوا شخصية زيدان وينخرطوا معي أنا في الصف إذا كنت من أعطيهم الصوب لي. سؤال مشروع وحي عيو الودادي مرة أخرى على طرح السؤال وإثارة الجدل بين اللي نحن ما نقد نعود الساكت عن الحق شيطاننا خلاص ولا نقد نعود نلحق من الجبن اللي ننباو في بلدنا ولا نقد نتكلموا ولا نسولوا حد عن ضربته والله عن مصادرها ننبطوا بيقاون وننبطوا بالناس المسخة احنا الناس المسخة كلامها ما يحركنا من بلد وقافر التعليقات ما نخرصهم بي اللي نعرف عن أراد للناس هي اللي تكومنتي لي بالسيء والأسوأ أراد للناس اللي ما تبقي الحقيقة توخط وفي موريتانيا ولا تبقي الشعب الموريتاني يعود مصبول ويعود ما عنده علاقة بالمخدرات الناس اللي ما تبقي منات الخيام المحترمة وراني أنا ما عندي مخيمة كبيرة كبرى لا عند مولانا منات الخيام المحترمات من الحراطين ومن الكوار ومن البيضان يباتوا يسنفوا الكوكايين عند رؤوف وملف المخدرات الصغير اللي نكرد فيه يعقوب اللي كان محبوس على سبته في نواكشوط يعقوب اللي مبتيش ممثل بنتر كناريا أسبابه شرطي موريتاني واخذ على قدمه هي الوحدة طارحة مرياس على يدها عليها الكوكايين الأبيض وتنشبه وتلبها هنا عرف منين وكذا عند المخدرات والسهدات وعلى منادم اللي في فندق فاسك واللي السرق اللاوي واحد من السرق اللي يبيع لهم المخدرات يشري لهم المخدرات وكرت وقال لهم عنه جابها من عند يعقوب ونجاب يعقوب إلين جاب يعقوب ذو يعقوب ما هم بطاس صغير حجمه يقال يمتلك دماغ راجل كبير قال لهم عنه هو حق الملف فيه وانه قاعد كرد عنده يقال قال لهم ماني واحد يحفظكم انا ما هو من جنرال ما عندي فيديوهات ولا هو من وزير ما عندي فيديوهات معايا تسنف فيه وتكونسومي وتشرب ودايرهم هون هون تاني ودايرهم في الخارج معناها عني قضية سجني قضية فضيحة همومة قضية وقت يا يعني نو خلانة يا يعني ينفضح همومة ولوكو خال من الحبس وخال معاه صاحب فص به اللي القضية الملف تكلمت أنا مع عدة مدونين هم فيه ولا قدوا يشدوا خبار ولا قدوا يتكلموا فيه بالخارج معني لسه صاحب علاقات ولا اتصال سابق معاه لا عندي معاهم علاقة غير أعطيتهم معلومات دقيقة يأخذوها يقال الناس اللي خايف الناس اللي ترشيها إدارة النمل ما تقدر تتكلم عنها بها اللي هذه من الجنرال ومنادم اللي تجيب المخدرات وستهاتها من رئيس سابق مزرب عليها من قبل الناس اللي تتكلم في أخبارها ولا يجد حد يقول لها سبة واحدة يسوي شنو وبها اللي ما يجد حد يتكلم لها يقال لا تسموها بالاسم هذه مجرد متعاطية بسيطة ولا هي مهمة وهذا هو البطارين ما هو مهم وهذا هو رجل أعمال جم سنيفي من الكوكايين وبط زوجته هذا ما هو مهمين هذا مجرد متعاطين تكلموا عن منظومة الأمن اللي حمات أولادها إياك ما ينفضح واللي قعدت وطلصت يعقوب من نقل الحبس وطلصت صاحب سرق له وقالت له ركبت أرجع لفرنسا وقفلت الملف نهائيا وقبضوا قريب الجنرال برور مدير الأمن الموريتاني وعطاه القريب وكوميسير ما هو اللي كان أصلا مفريق القضية ولا كان في الملف وتباطت الشرطة بيناتهم والشرطة لصوص إذا تشاجر اللصوص خرجت المسروقات وعادوا الأعمار إذا صاندع لبيو شي مقط قاد حد إذا صاندعيه بها اللي هي اللي تجيب خمر تفرق زينة وهي اللي تطرح لها تفرق زينة لكانت دي شامبان ودي فودكا وبيير مع الصاير معناها علينا حبس هقاع احبس ولا عمر من راسه الشرطي اللي باحث عنها وهذا يردنا النقطة الأساسية على نحاميها على اللي قيم الأخبار
في الفساد والله في الإجرام هو أكثر شخص لا يعاني من ذاك الملف، هو الأول لا ينحبس وهو الأول لا يسول عنه. الأسئلة المشروعة تنطرح ويطرحوها أشخاص مؤطرين وواعيين وكلهم عايش من عرق جبين ويطيعون ولا يرتشى ولا يتراجع ولا يرتهم لين يطرحهم يواصلوا فيهم لين تعود قضية فيها ابتزاز ومد رد مد رد يتفجر لكم واحد أخر كيف الودادي ما كان في شرطة ولا في الفرطة كان يدعم فيديوهات محاربة السمنة بعشر دولارات ياك تشوفهم الناس تصبح الصبح قاعد قالوا مليون من البشر خلاص لايفه ولين تعودوا عندكم شي من أولاد موريتان للشراف اللي ما يطمعوا لا ينخلعوا قاعدين في الخارج لا يقولوا لكم كلمة ساندوهم توقفوا وراهم ولين يعودوا واحدين عنكم واحدين لله في لقمة العيش به اللي مدون حقيقي وصاحب بث مباشر حقيقي يقعد في كل شاردة واردة يكتب ويطرح المقالات ويعدل اللايفات ما يقدر يعود عايش بعرق جبينه هذه السابع المستحيلات بيلي أنا هون مبرمج أسبوع وأسبوعين في موضوع يموت الموضوع وتتخطاه الناس ونقعد أنا هون ننظر له في لايف ما راح حد يخرصه بيلي أنا نجري على لقمة العيش ونجري على عرق جبيني ولينقد تم الصايب الشمل الخلق اللي كله صايب واللي كله يجوا لزارتيكل دبريس بيي من واكشوط مكتبة كوبي كولي لا صح أطرح على صفحتك هاك الفضل معناها شنو؟ معناها على أن الشعب الموريتاني يارتو يتراجع مع راسه ويارتو كيف ما خسر جيل السبعينات بالشراب وعادي طايح من بديات وعادي يرقص يرقص لسريف ويرقص ويقدي سلو ويقدي جاري رافيرتي ويقدي يشرب عليها ويقدي بريانا دامس وقيتاراتو باسمه مشاوطين والانحلال الأخلاقي لاحق القادي الحق جات نهضت الدعاة جزاهم الله خيرا وقبلوا يوعوا الناس اللي هاد الحمير والشارتات وبدأت النهضة العلمية تخلق ومن الدعاة تفجر قطاعات أخرى دينية محترمة عقبت مشات عند المسار والله تمت ماشي عليه مهم بعد عن الشعب الموريتاني تخلى عن العادات السيئة اللي جمعها من السبعينات والثمانينات كي لباس الرقيق وكيف تثقيب تلميش وكيف الرنباي المشكوك إلى جدر القايمة وكيف الأشياء اللي ترسخها المخدرات والمال المشبوه يقال ديك الساعة وراك مام واحد ديك الساعة اللي خارج مشي لا يتأخذ في أخبار لا التلفزة التلفزة لا يأخذ منهم برامج ذاك الجيل لا البرنامج شفتوا مصورين ولا أمريكان مع واحد عنده كتصان سنك شفتوا فيه نوع من الحلال الأخلاقي والرقصة البحر ما قد حد شافه ذاك الجيل اللي كان فاسد فسدت المخدرات والخمور اللي كانت مطروح حاله في بارات وفسدوا السينما هات فسدوا السينما وازيز لملاها رحمة الله علينا وعليه راو باعهم كاملين وتاب من ذاك كامل وصدق ذكر الله كامل وقاس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له شي ما قط قالوا به اللي عرف عن هذا للأسف جايب وكتر فيه للموريتانيين وكان يشتر وعي عاد أو كار للفساد يقال تفو به لا حد ما يراجع راسه وحد ما يتندم على الحرام وحد واقر في المواصلة فيه وحد ماشي يضرب بقيم المجتمع الموريتاني عرض الحائط احد هذو الناس اللي متهمين في ذا الملف اليوم يقول لكم عنه ما مراكم في شيء قال على سناب مع زوجته كاشه عند العتها على سناب شات جاتني صورته يقول لكم اذهبوا الى الجحيم كيف ما يقولها لكم مدون كريطي بما هو جاهل ما هو مهم انتم شعب عريق وشعب فيه الدين وشعب كنتم تطاولوا يامس على مقام الشعر وتقولون لكم بلد المليون الشاعر بلد المليون محضار ذاك هو اللي عرفتكم تقولوا اللي ما في انفراج موريتان ما كانت في محضاره ولا في القران والله ما تحط صايب له لم قاعد على التيك توك اللي قاعد على التيك توك تركه كلهم دار صبعه وين وصبعه الاخر مؤخر يرقص وهذا طفاقه هذو الناس عدل وبطش لم يسبق لهم مثيل يقال اياك نحاكمهم حاكم معاهم المجتمع التفرق زيني ونحاكم معاهم دوره الفاشينيستا ونشدوا بالكامل وقيم وضرب الحائط اياك نراجع ونقدوا نلتفا وش مقوصنا اياك نقدوا نعودوا مسلمين بيدي هذا اللي مارسانا حاله وهذا اللي يقول الطالب عبد الودود على راس كدية في كندا نقلاط هو الدعوة الحقيقية وهو التوجيه للدين الإسلامي اللي تخليتوا عنه كامل ولا تلو مهم عندكم اللي العليات كلهم عادة تدير ملحفتها هون عند راسها وتقعد على لايف وتقول اللعين تيك توكر مقمور لعين متسرب مدرسي وجاهل عدد عشاقها اللي مرت بهم بعلاقات
هذا نوع من سوء الاخلاق لم يسبق لاي موريتانيا عندها قدرت تقوله، وشاهدته على مدى انحلال الاخلاق، ويقاومون هون يتحمل المسؤوليه، لا يقول لي حد احترم شريحه، يقاومون هون هم اللي مجدوا الناس اللي ما يرضى تمجد، هم اللي معدلين بت زيدان، زيدان ما عدل له بت، وطفيل هون يشير من لقف السيد في تيك توك معدل له بت وهم اللي مش كارضي، مباليت من مباليت تحطيم القيم. معنى هذا ان يقاومون يعودوا ما تلاوي الشكر وهنون لعبيدي ولا تلاوا عندهم قوراس ويتخلاوا عن فنهم الاصيل اللي مجد الكرامه والكرم واللي مجد الرجال اللي تعطي بين زيرتين مش كاسبته ومعدلته، وتتخلى عن هذا وتعود لاهي تشكر الطماع وتشكر الطلاب. معناها عنها هو عادت لاهي ترخص في تركتنا احنا، اعلن الحقيقه والمنافق واللئيم، اعلنهم اللي عدلوا صالح واعلنهم اللي يقولوا يالطو يمشي مجتمع، وعادوا مساهمين في تحطيم قيم الشعب، ويلا ذوك منهم اللي عدلوها ياك يستفادوا بطريقه ماديه، ينقال لهم عندهم ستوب عندهم العدل وخاسر، لان هذه الشريحه حادت على طريقها كيف ما فهم شرائح اخرى حادت على طريقها، كيف ما فهم عربي يعتني تعطيه مدفع ما يعرف صدد شور السرطانه لا يوخر عماره من راسه، وكيف فهم عادوا فهم اولاد زوايا اولاد علماء ما يعرفوا باش يصلوا. من المفارقه على ان هذه المجموعه اللي في النمشار امامهم شيباني كبير والشمس وضحاها قلع منها في عيد الفطر، ونيجي عيد الاضحى قلع منها في الكحره، ونين قاموا يتعايطوا عليه ما جاوبهم قاع، وقال الشعب الموريتاني هاي ضحكة هذا الشيخ كبير مسن في طريقه صوفيه عريقه ما يقد يسقم صوره من الفاتحه، يقلف صوره يوكل من هالشي في الصلاه وفي صلاه العيد الاخرى يوكل من هالشي بيد العالم مظل الفقيه، والله الصوفي اللي يعود يظهر لا في مناسبات دينيه مناسبات اعياد وتجديد يعود مات لعالم، يعود عاد صاحب ايقاع كرنفالي صاحب عرض سيركي، العالم العالم اللي سله ترى العالم اللي واقف يواعي الناس ووجهه، والشعب الموريتاني في اكثر فتره يالطي يوجه فيها يا اخوان التركه قدوتهم اشخاص تافهين على التيك توك يجمعوا السبع ونير ابو حي حي ولوجه ملان من الدقيق والريوق يطايروا خبطوا بكرامتهم عرض الحياطيه كراهم 150 دولار و20 دولار و30 دولار، وتنتفخ الارقام الحسابيه تنقال عنه جبار 40 مليون هو جبار لا مليون ولا مليون و500 ياك يعدل هو قدوه ويعود روايه ويعود ماجور باك اللي كان قدوتنا ونوقفوا له ياك نسمعوا اسمه وماجور الجامعه وحد مخترع روايه والله حد عالم مات له مهم ولات لحد مسول عنه به اللي تخرص عدد مشاهدات فلان اليوم شي برا دخل عاد الشعب مادي وعاد الشعب حقيقي الشعب الموريتاني مولي الشعب اللا من طق في الرق اللا من هون هون اللا من التراب للسماء خبطه في السماء واحده في التراب اللا من شعب بدوي عنده خيمه يدخل منها من اللورا ويجيها من قدام ما هي مقفوره شور شي من القصور والكوتسه البيتونيه اللي مؤسس ذي تفرق زينه كلها لا شك عنه طارحته فراشيد امتلى شارجيته من السماء بالاسمنت المسلح وبالحجاره ولا ملي الذوق الفني قائد ناس حقيقه تتعاطى وتشرب باللي هي الطريقه اللي بتناو بها جار موريتان طريقه بدائيه شي من الكتل البيتونيه اللي من تخبطها اير بي جي ما لقيت توخذ منها العالم يبني وزخرف ويعدل التحف ويعدل شي جميل هما واحدين في الانحطاط واحدين في التفاخر تبني انت قصرك نبني انا قصري بلي كامل مشبوه وذا كامل جاي من فاصل الدولة والله فاصل المخدرات وذي المعلومة نكررها دائما ونتم لا نقولها لا يوجد موريتاني قني قبل 1960 معناها عدن الموريتاني كامل يالتو يثبت من الصادر ضروته كيف ما قد خاضنا كلو لنا من الجيش وقال ان عدن هون مدير بنك الله قاع محمد سالم والبنى مختار لأنه فوضته وأسبابها كانت شك أبيض عاطيه الملك فيصل من أجل شراء السلاح للجيش الموريتاني في حرب الصحراء وعلنه جاب لهم 80 وأنت ما تقدي يا الله مولي يفتح تحقيق فوضت معلم فرنسية عاد عنده أكبر بنوك موريتاني قالوا جي بي إم وعادت عنده صنلك كونت كريدي وكونت دبي وعادوا عنده آلاف المؤسسات فاتحة فيه ويا الله يفتح تحقيق في زين العابدين في قضية 2005 اللي راهي لك يزوج الشباب شباب لا تزوجهم الشباب قولهم اخبار الثروة اخبار فضتك
من اين لك هذا؟ منين صفقة التراضي اللي جبت؟ منين المشاريع اللي كلت؟ منين البنى التحتية اللي خسرت؟ اللي بومبور سيدي بادي رحمة الله علينا وعليه ابن ليسا ناسيونال ومسدك التخبط هذا الكبير بيجي ما يحرك منه شيء، وبن الطبر كبير ما يحرك منه شيء، هو في شيء ثاني في آخر عمره إذا ما قد طاح منه شيء. وتتهاوى الآن مارشيهات زين العابدين ومارشيهات الخرق الأخرى، معناها عنهم ما عدلوا على المعايير، معناها عنهم ما احترموا فيه الشعب الموريتاني. يقال نقدر نتم ونجلدوهم ونردوا عنهم أيدينا ما داموا لامينها ويصرفوها في مجالات ماليه وعقاريه ونخفوا عليهم الضغط. يقال ان تعود تخبط اللاذ المجون وفي الرقيص وفي مهرجانات الهول واللي دبلاس وشورهم الطافلات من واكشوط واعدين العيون بلا ابو بلا محرم بلا اخو، كلهم قابضه فيسبوكها وتيك توكها وسنابها وطالقت على وجهها والعين بحر السناب هم شمط الكلاب كل هيرين تكحت عنها تلفون تصبح كلاب، والعين يبرز هيرين تعود بحر ويصقل له جهدين يبقى مرايا، وإذا كذبة حمراء ملاهين تشبه ما تعرفه طنجرة. يعود هما قدوة المجتمع ويعود التيشيرت اللي تخرص تيك توك تسرق تلفون من أهلها قدوة هذا النوع من الخلق. ويعدلوا المهرجانات ويعدلوا الطريق، معناها عنا مشينا في دول عصر الانحطاط، ومعناها عندنا المجتمع الموريتاني هني طالب مساءلة في ذروة مدة. يا الله السلطة الموريتانية إلى عادة ما زالت تحترم قليلا من نفسها وتحترم المجتمع الدولي اللي حارب الجريمة المنظمة وحارب المخدرات في توجه شرطتها وقطاع دركها في التحقيق مع هذا الشخص. ويا الله البنك ما تنطرح فيه قيمة فوق 10,000 أورو ما نعرف من جايبها ومن أين لك هذا. ولا يعود البنك الموريتاني كامل بصفة عامة تقدر تجيب له فرسمات 200 مليار 200 مليار 100 مليون ما وصلت اخبارك منها، يقعدوا لك سيارات ويحسبوها وتقول طق في كونتك والصبح من قد تحولها والطائرة فهم. وهذا بشهادتي حاضر له، يعدلوه رجال اعمال موريتانيين ويعدلوه وزراء، وكتبت عنه على فيسبوك لين ما مت، ما زلت موظف فهم، وجبرت عليه المضايقات اللي لا تعد ولا تحصى، وجبرت عليه اللوبيات اللي تكالبت عليا ومرقتني سنه في باسكنا من زر لزر، وتقدمت عليا الرجاله وعادت مدراء وعادت في فيويتاتها وعادت في الخارج في كل بلد وعادت في كل شيء، وانا عاض على الجمر في مبادئي وماني قابل يكون على اني ما نتقدم ما هو بعد 5 سنوات اني عدت لابد داري من نقدم وعدت لابد داري من يفصل فيه. بهذه المؤسسات ما تاخذ على رواقيش التافهين، ولا تاخذ على الناس المنافقه، ولا تاخذ على الناس الفاسد، تاخذ على الناس اللي تخدم بلدها من اجل مصلحه بلدها، وذا اللي دقيقة وخلصت عليها تعدل فيها ذا اللي قالها ويا الله تعدل. ولا نجاوب رسائل ولا تشوفوها عليا بيدي، لا اثق في الشعب الموريتاني ولا اثق في الاصدقاء منهم اللي ماهم حق اللي نوثق فيه واللي نصحهم معاه. اصحابي اللي لعبوا معايا الصقر واللي لعبوا معايا مراقب ابو حديد هم اللي محترمهم وهم اللي نقدر نرد عليهم واللي ما نجبر وقت نجاوبهم. خلق لو خلق الموريتاني ما نقدر نصحبوا بيدي دورك لا شخص لا اغراض انيه إلين توفى حالا لا يوفى منك. نحن على سبيل المثال أهل بوحديد إني فيها جاب من جاب الصداقة، أنا صاحبي ميت فم ماله 5 أيام توفي متفجر عليه كيس من قاص مليان كيس حديد مليان من قاص، ماتوا فيها ضحايا أهل بوحديد، شاب في منهم موريتاني من أهل بوحديد مقلوعة عنه حوليه من الترقال طابع على وجهه وقاشوش وطابع المدونين ما تكلموا في ذا، يوم اللي واحدين في الصقيل أهل الشيخ إياه والناس ما تكلمت فيه، وتوفى هو بعد 3 أيام في طب الحروق والكسور ما جبر الأكسجين عنده ضيق في التنفس. قالوا له على الحالات المستعجلة عنها مليانة، أي حقارة أصابت هذا البلد، أي لعنة أصابت هذا البلد. هذا البلد اللي تعود فيه مالك ولا وزير ولا ولا باطرون والله ولا تاجر مخدرات ينضرب بمخعرض الحياة، يرتفع الشيخ والباية رئيس البرلمان ديك الساعة مازال فمات إياهم يجري تحت عبد العزيز في الطائره ياك الداوي سل جريده في شاكلته، وولاد موريتان متفحمين في الطب ما جبروا الحالات المستعجله ما جبروا الاكسجين، اطباء موريتاني تاكلين في الطب متظاهرين، يجي عليهم الوزير على الوزير يجيهم وزير من قطاعهم يصوعهم، تمشي لناها متمكناس ما لبات مطالبهم ويجيهم وزير اخر ينتخل عليه ب 10,000 تدخل عليها 80 لقاش، هما قالبوا يعطيهم مرتب قالبوا امبوشين قالوا يعطيهم حقوقهم ويهمكم عن حد في موريتانيا تلي يقرا، يهمكم تتفناصوا في قرايه تركتكم،
يهمكم معكم تعدلوا الشعب، تعدلوا دول يا اخوان. هذا ما يتواصل، هذا حرام، هذا حرام، وكثر فيه اللقط وكثر فيه الخجل. والناس اللي على الفيسبوك لعينه ومخزيه عاد تقوى من الناس اللي تقول الحق. والودادي ما بقى شي ما عدله، واخذوا الشقم وجوع وجه، واخذوا الناس الجواق فيه، واخذوا التافهين الاماعات الرويضه من الناس، خرق اللئيم اللي ما ينفع يعيب ويقول الكلام الخاسر. راه الخرق اللي يعيب على الفيسبوك شو بناء، الخرق اللي يقمز ياك يعيب لدمي. طلعوا لي واحدين منهم يعيبوني، ولا نزيدهم اعلانا باللي معلوم، منطقتي معروفه، حد يدورني يقول لي شي خاسر والله يعدلوا لي، يجيني عند عنواني اللي تعرف الموريتانيين، يجيني عنده يقول لي لا يقول لي خاسر. وشوف كانوا ما جبر حد العم منه وغانغستر منه وسخ موريتان. كيف ما قال محمد شين شوق لي من انا من فضل يقال ماكم حاضرين فيها ولاكم جابرينها، كروا رؤوسكم على الحيط، لا يراوها لا الفاسدين وتجار المخدرات وبانديات. وسياسي يتكلم يركعوه بالفضل ويسجدوا، وحالها مؤسف. وين تراو حد قد يتملك من الشجاعة ومن القوة وعين واي يبقى فيها انه يوقف ويقول لكم حقائقكم؟ ساندوه ووقف وراه ودعموه اياكي، وين تشعروا الصبح طيح عليكم راسا وتفرقوا، يقد ينقل معاناتكم للأمم الأخرى تساعدكم، كيف ما خلق في هايتي وكيف ما خلق نيجا عصار كاترينا. ولا تعودوا تخلوا بين التفرق زينة كلها يركب قاربوا والله يركبوا التو عنكم، ويقول طق في الأسبر ماس في داره اللي شاري فيه 20 بيت مليار من ضربتكم، تبقوا انتم مهم بازين عويناتكم ما تقدر تتكلموا. موريتانيا عندها من الثروة وعندها من عائدات الحديد وحده، ومن عائدات الذهب تقضوا كان راس وتبيعوا انه ذهب افريك دي سي، اللي يقني شبابها اللي خلاصكم قاعدين. وهذه ما هي معطيات جايبها من صفتي، هذا كلام صينيين نشطين في قطاع الصيد، قالوا عن قطاع الصيد الموريتاني يكفي انه يخلص كل موريتاني قاعد 800 الفوقيه 2000 اورو في الفتره 2016. لقيه اللي ماشي على الحضيض، لقيه اللي مجعت بها تجاره المخدرات وبها تبييض الاموال وبها السوق السوداء، لقيه لو عدل فيه اسوأ قرار قط اتخذ في تاريخ موريتان، اسوأ قرار نقدي انطرحت قدام العرض والطلب وانقلعت عن بنك سنترال، وعدت لين تنطلب من الخارج تطلع، ولين ما تنطلب تقوم على التراب وهي ما تقدر تنطلب بيدية، ما تشتري من الصين ولا تشتري من دولة أخرى عملة محلية، لا يتم لا واعد القعر ودولتها ثرواتها أكثر من هذا اللي يجيها من تبييض الأموال من السوق السوداء، من اللي تبيع من الثروة معناها على لقية واعدة لا القعر. وهذا نستفاد نحن منه كأولاد أمريكا، إني أنا عدت تمشي $1000 عام الأول ب 330، واليوم عدت تمشي ب 390 و 385. يقال أنا ما نبقي مصلحتي الشخصية عن مصلحة بلدي، هذا وطني يا إخوان. أنا مهما أحملت من الباسبورات ومهما قبلت من الجنسيات، أنت مين قال لي الكائن دخل عابدين محمد سالم؟ وأنت باسبوري عليه إني أدخل خلاقي في كي هيدي، مكتوب لي فيه إني خلاقي في كي هيدي. والامريكي لين قبل جنسيته يخرصني اذا هو انا كي هيدي ما يفهم امريك، لين قبل جنسيته اسبانيا اذا هي كي هيدي ما يفهم اسبانيا. انت مواطن معناك مواطن، معناها على الشعب الموريتاني يحب يفيق ويصافح مع راسه، يحب الحقيقه يقولها كامله، ويلا اولاد ولا كفاء اكثر مني انا وعي واكثر مني ثقافه، يشاركوا في العمليه التوعويه وينشروا على الفيسبوك. ويلا الناس اللي ما تتاجر بالدين والناس الصادقة تقبل منابرها وتقبل تيك توكاتها وتقبل فيسبوكاتها، وتوجه الأطفال وتوجه التركة بين اللي عندنا جيل له يخسر، عندنا الولد يكمي قدام بوه يشتري الدخان، وعندنا التركة اللي يتعملوا المخدرات. أشطر مخدرات انتشار في العالم الإكستازي، اليوم حبته في نواكشوط تنباع ب 8000 وبي، إذا نطيحهم ما تشوفوه، لأن فيها من المادة الفعالة ما يتخطى 0.03 غرام، وتدخل أعداد هائلة من الفضة، وتنطرح مع الصاير في تفرق زين كيف ما ينطرحوا الخمر. تضخ شمل الدوبامين في الدماغ ما يوهم، ولا يشعر بنشوة وسعادة مفرطة، ولا لا يقعد، وإدمانها سريع وخطيرة، وإدمان الأدوية اللي خلقوا أسبابها الجرائم اللي ما توفر منتشرة وخطيرة. ريفوترين ينباع في الصيدليات يديروه في البنات وينقزوا به يبيعوه مبديا الديليرات. الكيمياء معرمه، الحجره معرمه،
وين توفى طريق المخدرات اللي شاكي نظرك ان الخلق قابلها وندور نفتح تحت لك اخبارها هذا طريق المخدرات قاع اللي لا تنتهي ولا تتوقف طريق المغرب الطريق حجرة التامة الطريق اللي عليها الحجرة اللي عليها تامبون اللي يجي ملف دمعة سماسة اللي دولة تحترم انفسها ما عندها معبر في اسكانيا والمغرب بفزرها باسكانيا غا تاكله منها على المغرب مغرب ما عم من اوروبا سين عنده خضرة تأمنكم انتم مش من البادية معبر سين كانت سينك مؤمن بكذبة جندرميري قالها ألسا وعندها دركي هو اللي دربها ويلي تشم الحديد لأنه قد وخلت من المخدرات ما قطخة ومعبر للتهريب 55 فيه رجال أعمال وأهرياء حالا من قطاع الدرك الوطني والشرطة وتتكاتل الرجال إياك تعود فيه بيلي أكبر معبر للتهريب المخدرات والجريمة المنظمة في إفريقيا كاملة بيلي بوابة مفتوحة ما في إسكانير بيوت مزارقين تسبق بجندرميري تتخطى منهم تجيل دوان توفى منهم تجيل بوليس كلهم جايب وساطة ومن المضحك على أني زمني الساعة نشت قلب نواديبه انكردت في مكينة تصب فيئة ألف ومعاها ملي 900 مليون ملوقية مصورة داخل موريتان جاية من المغرب انكردت في كاميون كاردها راجل من ديش اللي ينقلوا براهيم كردها في بوست 55 تخطات جندرميري وتخطات دوان وكردها برقد الشيف والله أديتان شيف من البوليس عند النقطة الأخيرة تدخل موريتان معناها عن ذاك المعبر يلا ندار فيه سكانير ندارو فيه السايل عاد تستكهلت وعاد ولدت من كلب موريتانيا يدخل لا تشم الريحة قالت تنكحز تكحز ويطلب الاتحاد الأوروبي بأنه يدعم بكلاب حراسة وكلاب شبه المخدرات تنجاب أجهزة متطورة وينجابوا ماسحات الكشف المخدرات يمتسحوا على الحديد وعلى كل شيء يعطوا اللون القرموزي اللي يوحي بوجود مخدرات إياك ما يعود قاعد إنه تونسي فاتح لنا مطعم في نواكشوط قال رؤوف يسنفوا عنده أمنيات موريتانيا ويشربوا عنده الخمور بعلم من إدارة الأمن وبعلم من الدولة وإياك ما يعود يشير الموريتاني اللي تمشي أمه شور المدرسة يدرج بمراحل المخدرات ويطيب كلاه ويموت ما نعرف أسباب وفاته يتم يشم سكوتش كل هي المرحلة الأولى في المخدرات إذا يعود يكمي الكمية تعود الكمية ما تتحرك ويعود عاد يدخل في ريفوترين ويعود عاد يخبط الإكستازي ويعود عاد يشرب الخمور ويشم يسنف في كوكايين اللي كريس سالو الجرام يلحق في نواكشوط ما يلحق 25,000 ومتوفر بشي من الوفرة لا يعد ولا يحصى بدل منه كان متاح لا للطبقة البرجوازية وهل المال الحرام عاد متاح للناس فر بيد الناس فر مناتها خسر بيد مناتها دمية كلها عبن كيلة فيها من 100,000 للنهار الواحد تدخلها من مبارزة الله بالمعاصي ومن الزنا ومن الخزو وبيد اللي عندها الفضل المشبوه العاطل هذا بعدين فضلهم مشبوه وين يسولوا عنها ما يالله ننتقلوا هنا صباح ولين قال لك نعم خاسر بيقول لي الشيخ الطالب بويا ولي الشيخ عياه شاري فاشينيستا دار 150 مليون تبلغ زينا وشاري لها لكزاز بدون اي زواج وبدون اي شيء معروف هذا هو اللي حطم قيم المجتمع الموريتاني وهذا اللي هو اللي يخبط موريتان عرض الحائط فعدلها دولة من السوء دولة من الناس ما تنفع وهي دولة لا تقيم ولا الدين دولة محترمة تحترم راسها وفيها الناس المواطنة والناس القالية الناس المحترمة ما يجاور اليوم باش تتعشى سمحوا لي طولت عليكم وعندي عودة للموضوع بشي أكثر تفصيل بين اللي ساكتوا عن الحق شيطان أخرس حد ما ينتفس الدولة ولا ينتفس الشعب ولا يبقي شعبه ولا يقول له حقيقته ولا يقول له الخطر اللي واقف على أبوابه الشعب شخص ندل شخص يحرك وصارر لمعان شخص يلوذ لمصلحته الخاصة شخص ما هو قاد يوقف للشعب الموريتاني ويقول الخطر على الأبواب إنه المخدرات وتعدل جوعه وتعدل ضحكه في كمان ثلاث إنه المخدرات تنقال لوحدين فمات إياها يرقصوا يقلبوا كلهم يقلب سروال أبوه ينقالوا إنه المخدرات نعم إنه المخدرات صحيح الذي ينقالهم في كومنترات حقيقي بها اللي هي المخدرات بيدي شخص سوي شخص طبيعي ما يقدر عدل التصرفات ما يقدر عدل التصرفات ولا يقدر يأخذ يدهم وجهه ياك يجبر الدولار بيدي القيم الإنسانية المتجذرة في الإنسان
ما يحطمها ما هو المخدرات. لماذا عليات البقاء وهر الزنا والسهور يتعاطوا المخدرات؟ إياك يكتسلوا عنهم حياء يعود في النفس البشرية، وياك ينشط شي من الخلايا في الدماغ ويطلع شي من المواد والإفرازات مداهمات لي يقعد ولا لي يرقد. ولذلك السبب تشوف تي شيرت الكالي وتا كارن تويتر مع عدم البرصه تبط بيها تفرق زينه كامله في كارن تويتر ناطر حتى راسها رقد بهديه تتعاطى المخدرات ولي ترقد فيها نهارين ما قامت. لكن اللي تفوت كالي القروت اللي تحصل به قد تحصل من الارض. وهذا السفور وفجور خزو يا توقف يا مده حارب ويا مده توقف معاه. سالكم عند الله عز وجل وفضل النهار الكبير وفضل النهار العظيم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد انه ان شاء الله يرشدكم وانه يبعد عنكم المخدرات ويبعد عنكم ورد الناس ويبعد عنكم المنافقين ويبعد عنكم اهل ديزارتيكل دي بريس بي والصحافه المأجوره وانه البنكيري والناس اللي ما تنفع، ويرشدكم ان شاء الله ترجعوا لطريقكم بكم ودي يا جماعه من اهل الباديه وتعرفوا لا امور دينكم هي اللي تقدروا تعيشوا بها العالم ما عندكم شيء تنافسوا به، ما هو التقى والورع والسقم. انين تعودوا ويجيكم هذا قاش سارق وديروه فوق روسكم ومحتار وديروه فوق روسكم. انا عنكم ديم مولانا ضربتوا بعرض الحياه وعدتوا شعب حقير الشعوب الحقيره وحاسبوها الزمن وتمشي في مزبله التاريخ وتتفكك وتخلع. ودعتكم المولانا ليلتكم سعيده اذا عود ان شاء الله ولا رايناه. احنا هذا اللي كنا يزرع على راسه ما عنده من الوقت اللي قد يشيخ فيه. ليلتكم سعيده الله يحفظكم يبعد عنكم كل الشرور.